رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر، وكذا لموضوعة في الأظهر. وحنا الكان كجلينا هوانك وحيابها لسيو والليلة هذا متعدة مهرنا أنا هين، لكن جوارد الله فري لوسى قوتيه ما دام وعينك هذه كلتجين أي دريم أي سنة قربة يكلني مو أدي أرين تحقق نك أي كتمد إن جوارد أو أم ببحيه أو هو ناتيه أي شرح وأمر يا مركب متع على دها. وحوي الشيخ رحمه الله لمطلقة قبل لفري قبل وطء يدو أن لا أقل قلنا لفري متعة متعة أسغناتي وحن لغرها حيو أي أسغناتي، وإن لم يجب هذه أسن أواجب شطر مهر هذه قبل مهر نسكي أن لو واجبين محينكم متيستي ألا يوحو له سبحانه وتعالى: وإن طلقت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وأنك إذنكم وحبا القدرين استمر كان عن طاوانين ولا أقل قلين إن الفرطان وحده ملا أيد ملا، لكن وحال الرعية ومتعوهن على الموسع قدرة وعلى المقتر قدرة، لكن واحد سميسان قبلها واحد سميسان أم ببحين وحل إلى هذا المتاعة وقفك الله أقول راحين يحل سيئو، وأنا وحل الله أقول تلقى لي قفك أن يلقوا أم ببحيو لقونا السبير سيئو مصيبة عن دحضينا قفك أن لقد يقبني سادرت يا شيخ وحيلي لمطلقة كوانا لفري قبل وطء يدن لوتكين كهرنا لفري متعة سقوتي بإلاده حول لغو سقوتيو أي إلاده، وإن لم يجب هذه أيسان واجب شطر مهر مهر نسكي مهر نسكي هدو واجبه ده نسكا سايد الله تلقالي الله سينيه قواني هدو يد الله تابانين لفره، لكن مهر كمرك هو اللسي قدري انتي لو قدري نسكي ديا الله سينيه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم بأليل هذا فرطان إذن كنت طابا وقبل إلا لا أقل قلن، لكن مهر كذي اللسي قدري وحي لو قدري نسكي هلا سيو أيضا مركا متعمل لقبل داس وحي لو قدري نسكي أيها لسينا يا عبد الله بن عمر روح لقوريي الله كرالي هذا أثر موقوفة وصحيحة بسنة صحيح كقيمة وحي الإسلام كستوى الله فراء وحي لا ذهي متعائي أنبا بحين إلا قبرنا مهرك اللو قدري ما هانه وإيضا النسبة إلا ذهي نسك هذا أي الله سينا يا آيات دون أساسي ظاهر كيدو عدي نيسا قبرنا هدي الله فراء إيضا الله تابا، لكن مهرك كيدو قدرنا مهرك النسكي با الله سينا يا علماء قيب كميدنا إجمع ويشون نقليا أرنتا إن قبرنا النسل سينا يا إسان متعالى. وكذا لموطوءة في الأظهر ومتعة وكذا سيد أكله متعة مدعاء يا أصغناتي أم ببحن يوحن سيغوتيا إلا سيو لموطوءة قبل لو تغيو للا أقل قلي في الأظهر قولك قوي قائدا هذه قبل للا أقل قلو مهركين اللو قدري كدبنا الله فرو قوانا مهر كيدنا والاسين اياه
amba baxna iyadana waa la siinayaa. maxaa yeelay allah ayaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walilmuطallaqaati mataacun bilmacruuf, haweenka la furay waa in la siiyaa wax mataaca oo wanaagsan oo lagu ambabixinayo. haweenka marka muطallaqaadka ah ayay ka mid tahay gabadhaani. cabdullaahi ibnu cumarna atharkiisii waa kii ku soo daray oo yidhi dhammaan haween kasta oo la furo sabab kastaba furqadooha ku timaadee waxaa la siinayaa mataacda ilaa gabadha wax loo qadaray taabasho ka hor la furayna maahaan. wakadaa wuxuu yidhi sidoo kale ayaa mutaca la siinayaa limawduu'atin, gabadh loo tegay fil adhari qowlka qawiga ah, haddii meherkiina loo qadaro lanana aqalgalo kadibna la furo iyadana mutca ayay leedahay. waxaa kaloo imaamu lbayhaqi uu warinayaa oo ka warinayaa ninka la yihaahdo cabdullaahi ibnu muxamed ibnu caqiil jaabir ibnu cabdillaahi isagoo ka warinayaa in gabadha la yihahda faatima binti qays ninkeedii markuu furay rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadha mutcasi, laakiin xadiidka maqaal ayaa ku sugan. maxaa yeelay ibnu caqiil ayaa wuxuu yahay ninkarul xadiida. wafurqatun laa bisababiha ka dalaaqin, wafurqatun kala tegid oo laa bisababiha iyada gabadha sababteeda aan ku imaanin ka dalaaqin, dalaaq oo kale ayay la mid tahay fii ijaabi lmutca, mutcada waajibaysa. waa inagii soo sheegnay haweenka la furo dhammaantood in mutca la siinayo oo ambabax la siinayo oo meherkii uu bannaanka ka yahay. haween kasta oo marka la furo oo dalaaq si aan ahayn lagu kala tago ama faski baa yimid ama waxaa yimid ma aragtay wax lamida oo lagu kala tago oo ama khulci iyo wixii lamida ah, ayi furqa oo labadaa qof kala geysa waxaa la siinayaa iyadana mutca la siinayaa, sida dalaaqaba mutca loo siinayay. wa furqatun wa kullu furqa kala tegid dhammaanteed laa bisababiha gabadha sababteedana aan ahayn ama ninka ha ahaado sababta keentay ama qof ajnabi ahe ka dalaaqin, dalaaq bay la mid tahay fii xukmi lmutcaa, xagga mutcada waa dalaaq oo kale oo gabadha waxaa la siinayaa wax lagu ambabixiya ayaa la siinayaa. wayustaxabu waxaa la sunneeyaa anlaa tanqusa mutcadu inayna ka yaraanin can 30 dirhaman, 30 dirham inayna ka yaraanin ayaa sunnaa. wuxuu yidhi sheekhu waxaa sunno ah xoolaha la bixinayo oo mutcada ah oo gabadha lagu ambabixinayo inaysan 30 dirham aysan ka yaraanin. 30 dirham waqtigaa qiimo fiican bay lahayd, lacag taqriiban 200 iyo ka badan oo dollar ayay ahayd, laakiin hadda macno badan male 30 dirham. wayustaxabu waxaa sunno ah anlaa tunqasa inaan laga yaraynin almutca can 30 dirham, 30 dirham. arrintaa waa iska taqriibi, waxaana loo deliishanayaa athar laga warinayo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas labadoodaba naafic wuxuu ka warinayaa laa yasulxu lirajuli an yaqaca cala imra'a, ninku haweenin ugu tago ma haboona xataa yuqadima ilayha shay'an min maali, ilaa wuxuun ugu soo hormariyo xoolo ah maa radiyad bihi min kiswatin wa cadaa, ninku hadduuba sideedaba haween guursado uma haboona. ayay cabdullaahi ibnu cabbaas iyo ibnu cumar labadaba isku waafaqeen inuu haweentaa la aqalgalo oo gabadhaa u tago ilaa wuxuun xoolaha inuu u hormariyo maahaan. sidoo kale haddii uu furayana waa inuu wuxuun xoolaha iyadana ku sagootiyaa. mar walba waxaa la rabaa qofkan suxbadiina dhex martay inaadan xumayn ayaa loo baahan yahay. cikrabana cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu ka wariyey idaa nakaxa rajul imra'a fasamaa lahaa sadaaqan, hadduu ninku haween guursado oo meher u magacaabo fa araada an yadkula calayha, kadibna wuxuu damcay inuu la aqalgalo falyulqi, wuxuu yidhi ilayha ha ku tuuro ridaa'an aw khaataman in kaana macah, ama go ama khaatam ama wuxuun dahaba wuxuun gabadha ha usii qadimo. marka aathaartaa dhammaanteed waxay caddaynaysaa in ninka looga baahan yahay mar walba gabadhii wuxuun ma aragtay sagootin ama soo dhoweyna inuu u diyaariyo. fa in tanaasacaa, haddii marka la isku qabsado oo waxaa la isku qabsaday qadarkii intay ahayd mutcadu, qadarahaa waxaa qadaraya alqaadi,
qaadiga ayaa qadaraya binadarihi aragtidiisa ayuu ku qadarayaa, muctabiran isagoo fiirinaya xaalahumaa labadoodaba xaaladooda, haddii la isku qabsado mutcadu intay noqonayso. xoogaa buu usoo tuuray, markaasay tidhi ma rabo intaan, iguma filla, wax fiican ka dhig, kama dhiga, yuu yidhi intaan waay, intaana xaq u leedahay. mutcaduna waa waajib weeye in gabadha la siiyo, xaq waajib ay leedahay maadaama waa xaqiina qadarkiisa la isku hayo. qaadigaa loo tegaya isagaa qadaraya marka. fain wuxuu yidhi tanaasaca, hadday isku qabtaan fii qadri, fii qadriha qadri lmutca, qadaraha alqaadii, qaadiga ayaa qadaraya binadarihi aragtidiisa, muctabiran isagoo fiirinaya xaalahumaa labadoodaba, ma qani baa ma faqiir baa, labada qof ma dad ashraafaa ma dad maxay yihiin, noocay yihiin baa la fiirinaya. maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala ninka ayuu ictibaariyey, oo alla wuxuu yidhi wacala almuusici qadara wacala almuqtiri qadara, ninka xoolaha haysta iyo ka aan xoolaha haysan mid walba qadarkiisaa loo fiirinayaa. waxaa kaloo alla yidhi walilmutallaqaati mataacun bilmacruuf, haweenka la furay waxay xaq u leeyihiin xoolo sagootin ah oo la siiyo. labadooda marka xaaladooda qur-aanku waa ictibaariyey. wa qiila, waxaa la yidhi xaala, ninka xaaladiisa keliya ayaa la fiirinayaa, ictibaaran bilaayati aluula, iyadoo aayadda hore la fiirinayo. wa qiila, waxaa la yidhi xaaluha, iyada xaaladeeda ayaa la fiirinayaa, ictibaaran bilaaya thaaniya, iyadoo aayadda dambe la qaadanayo. wa qiila, waxaa la yidhi aqalla maalin ama aqallu mutamawil, wax xoolo laga dhigto oo maal ah waxa ugu yar ayaa laga qaadayaa. aqalla almaal aw aqalla maalin, xoolo inta ugu yar baa laga qaadayaa, mutcada laga dhigayaa, wixii la dhihi karo waa xoolo. faslun, ikhtalafa qadra mahrin aw sifatihi taxaalafa wayataxaalaf waarithuhuma aw waarithu waaxidin waalaakhar. halkaana waxaan ka gelaynaa haddii isku khilaafaan ninkii iyo xaaskiisu meherkii qadarkiisii haddii la isku qabto, ama noociisa iyo sifadii uu lahaa la isku qabto, wax markhaatiya iyo caddaynna aan lahaynin, sidee baa loo kala saarayaa? ninkii wuxuu yidhi gabadhan waxaan ku mehersaday $500, iyana waxay tidhi maya waxaa igu mehersaday $1,000, qadarkii baa la isku khilaafay. ama ma ahe sifadii iyo muwaasafaadkii lahaa ayaa la isku khilaafay, kun baan ku mehersaday buu yidhi, waa la isku waafaqsan yahay inay kun ahayd. iyadu waxay leedahay kun dinaar bay ahayd, isaguna wuxuu leeyahay kun dirham buu ahaa, kunkii baa la isku haystaa, sifadiisii iyo noocuu ahaa. maxaa la samaynayaa? wuxuu yidhi sheekhu raximahullah, ikhtalafa ida ikhtalafa, hadday iskhilaafaan labadii qof oo isqabay, fii qadri mahrin, meherka qadarkiisa hadday isku khilaafaan, fii qadri mahrin, meherka qadarkiisa hadday isku khilaafaan, aw sifatihi ama sifaduu lahaabaa la isku khilaafay, taxaalafaa, labaduba waa dhaarinayaa. oo labadaba maxaa loo dhaarinayaa? labadaba waxaa loo dhaarinayaa mid kasta oo labadooda ka mid ah waana mudaci, waana mudacu calayhi. labadooda marka waxaa sinmay xujooyinkoodii ay siteen, mid kastaana asal buu haystaa iyo daahir. marka maadaama adiladoodii labada dhinac isla ekaatay, labadaba waa la dhaarinayaa. haddii labadoodaba ay dhaartaan, caqdigii sadaaqa ahaa waa buraya, faasid buu noqonayaa. maxaa yeelay labadiiba waxay ku dhaarteen ka kale, mid walba wuxuu ku dhaartay ka kale, wuxuu sheegay inuusan waxba ka jirin meherka, marka waxba kama jiraan. meherka iyo nikaaxana horaan waxaan u sheegnay inaysan wax raada isku lahayn, nikaaxuna waa ansaxaya, meherkuna faasid buu noqon karaa. meherkii hadduu faasid noqdo xaggee la aadayaa? maharulmithli baa la aadayaa. meherkaana waa laga takhallusayaa la isku haysto, maharulmithlina waa la qadarayaa. wayataxaalaf, wuxuu yidhi waa dhaaranayaa, wuu dhaaranayaa. wayataxaalaf waarithuhumaa, labadooda labadii dhexlayeyna iyaguna way dhaaranayaan, gabadhiina waa dhimatay, ninkiina waa dhintay, xoolaha la isku haystana waa gabadha meherkeedii, labadii qaraabo ayaa isku haystana, labadoodaba waa la dhaarinayaa. maxaa yeelay qof walba qofkii kale booskiisii buu taagan yahay, dhaartiisii buuna gelayaa.
أو ما سوارث واحد والآخر هذو متكود نولي هاي منا دنتي أو وارث كيسي جوه كنول إيو كي دنتي وارث كيسي بهذا على دارنا يا أو يتحالف محاوضة دارنا يا وارث واحد مد وارث كيسي أو كدنتي يا والآخر كي كل أجوري محايا لنو البحث تاغي هاي بوس كي قف كي دنتي يقف كان تاغي ثم وحول يفسخ المهر مركي لبضوض بعيد دارتان يفسخ المهر مهركا وعلى فسخ ياو فاسد بونغون ايا ويجب حواجب يبدله مهر مثل مهر مثل ما واجب ايا كي اللي اسكوها يستي مركي لبضوض بعيد قاريو ايكا دارتان وعلى فسخ ايا كدبنا وحواجب ايا مهر مثل اما هكبط انت اللي اسكوها يي اما هكيرال ولو ادعت gabadhi haday sheegato tasmiyatan meher in loo magacaabay fa ankaraha isagina waa diida wuxuu wax meher aanu magacaabay ma jiraan tahalafa iyadana way dhaaranayaan fil asahi wajiga saxda hayle mar walba waxa hada la isku haya qadriga meherka ayaa la isku haya gabadhi waxay tiri meher buu ii magacaabay $1000 meher ah baa la ii magacaabay leegu meheriyay ninkaana wuxuu dhaxo meher ma na isku weey in meher laan la meheriyaan shoogay iyada waxba xoola aan la bixinin asalkii nikaah waa la isku waafaqsan yahay laakiin meherkii waa la isku haystaa labadaba waa la dhaarinayaa markii la dhaariyana meher mithil baa loo wareegaya hadii uusan markii horeba isoo taabanin uusan furin qowl kale ayaa wuxuu leeyahay may labadoodaba la dhaarin mahayo ee ninka hadalkiisa la qaadaya maxaa yeelay xoola ayay ku sheeganaysaa ninkuna waa munkir weeye asalkuna wuxuu ahaa albayinatu cala almadaci walyamiinu cala man ankar maadaama ninkii munkir uu yahay isagaa la dhaarinayaa asalku cadamu tasmiya ayuu ahaa walow idacad hadday sheegatay nikaaxan gabadhii waxay sheegatay meher inuu dhacay wa mahra mithlin مهر مثلنا وين شيغتي فأقر نكي وحو قري بالنكاح نكاح بو قري وأنكر المهر مهر كنا وإنكري أو أما سسكت وكأمصي فالأصح وجه سحظة تكليفه نكاين لقو قصبوي البيان أرنتين عدي قواني واحد نكاين وين اسمه هرسني مهر مثلنا وكوشيني وانا اسمي هرسني او نكاحي وانعي وحان كو هشينا خولها انا وها مهر مثل قبلها اني الى ميدكا وها لغا بخييو انو لغا بخييو وحول النكاح هو رنتيدا وا جيرا وان اسكوفسني غبدا لكن وح مهر او نو قدري اما ماشي لغا قدري ما جيران مهر مثل يا غير كي منا وا ممكن سو ما جيد اما ما بها دنا شي بو سكاي وا لغا حدينيا وها لليهي هادل oo warka cadee si ama dhaar u timaado ama iqraar u yimaado walow iddacad hadday gabadhii sheegatay nikaaxan guur inuu dhacay ayay sheegatay wa mahra mithlin mahra mithlina in la qadaray sheegatay fa aqarra bin nikaax nikaaxi buu qiray wa ankara almahra meherkiina waa inkiray aw amase sakata uu iska aamusay fal asaxu wajiga saxda تكليفه لنك وحلو قصبيا البيان إنه ورك عديه ولا يسمع إنكاره ديد مدى وحديدين لا أقبل ما هي محايا لمن هدي بور ودعاء مقتضى النكاح وحويان مهر إنه ترميش مهر كاس مركا وإنه أما أسباب عديه ويلا هذا كبير عن مركا ورانا مفوضة هيد حد دير نوابك لا تقنيب إنت أنا أقل قليل ama waa inuu yidhaahdaa meher mithli ma ahayn wuxuu ahaa meher kale uu ahaa caddayn baa laga rabaa fayn wuxuu yidhi dhakara hadduu sheego marka caddayntii qadran qadar buu sheegay wazaadad iyaduna way ziyaadisay taxaalafa waa dhaaranayaa caddee warka markii la yidhi iyo wuxuu yidhi waa jiray nikaaxu meherkuna seesh u sheegtay meher mithli ma ahayn lacagu aan baan isku mehersanay oo $200 baan isku mehersanay abeentii bay tidhi waxba kama jiraan
ama meher mithl buu ahaa ama wuxuu ahaa ka badan lacag ka badan bay ahayd. khilaaf baa dhacay, shuma jeeda qadarkii iyo sifadii. taxaalafa, masaladii hore aanu celinaynaa, taxaalafa labadoo markaan waa isla dhaaranayaan. wa in asarra haduu sii daa'imo munkiran xaal u yahay mid wax inkirsan, wuxuu ku adkaystay inkiraadii ahayd waxaba yaraatay meheron gabadha aanu qadarin ma jiraan. xalafat gabadhii iyadaa dhaaranaysa, wa qudiya lahaa meherkii ay sheegatayna waa loo xukumayaa. oo see baa loogu xukumayaa gabadhu iyadaaba mudacya, ninkaana mudac calayhi buu ahaa, meherkii ay sheegatayna waa la diiday. ninkan markii la yidhi wax cadee oo waxba uu caddayn waaye, meherna la ogyahay gabadh in meher mar walba uu laabud yahay, oo alle uu waajib ka dhigay gabadha marba haddii lala aqalgalo waxeeda in la bixiyo, de gabadhii baan haysanayaa meher la-aanna waa ku haysanayaa, lagaa yeeli maayo warkaas. ayadaa la dhaarinayaa, marka la dhaariyana waa lagaa qaadayaa wixii. wa in asarra munkiran, hadduu isagoo munkira u daa'imo xalafad way dhaaranaysaa, wa qudiyaa lahaa. qowlka labaad, qowl labaad baa wuxuu leeyahay, maya warkan asal ma aha, hadalka zawjka ayaan qabanaynaa, maxaa yeelay isagaa munkiroo wax diidan, isaga ayaana dhaarinaynaa. maxaa yeelay asalku wuxuu ahaa bara'atu dhimma, ninkan inaan waxba lagu lahayn baa asal ahayd. gabadhanna waxay sheeganaysaa ninkan xoolo inay ku leedahay, caddaynkeen baan dhahaynaa, hadday caddayn weydo isagaa la dhaarinayaa. qowl saddexaad, qowlka waxaa qawgu ka dhigay ibnu mulaqin. qowl saddexaad ayaa jira. qowlka saddexaad wuxuu leeyahay, maya gabadha ayaa la dhaarinayaa, isagaana markhaati marka hore loo dirayaa. sababtu waa maxay? daahir bay gabadhu haysataa, daahirkuna haddii uu haysto sabab mulaa'im ah, isaga ayaa asalka ka qabuusan oo ka xoog badan. oo daahirkii hadda haysata waa maxay? dee nikaax hadduu yimaado sidiisaba meherna waa joogaa, haddaabaad nikaax heshid meherna waa inaa ka agdaydaa. waa innagii soo maray, rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, haweentu waxay leedahay ninkaniyo ama ifur ama xoolahaygii biilkaygii iyo xoolahaygii isi, wax intaa ka dhexeeya ma leh. allana subxaanahu wa tacaala, fama istamtactum bihi minhunna faaatuuhunna ujuurahunna, ajirkooda hala sii yiin. marka nikaax iyo meher waa laba shay oo mutalaazima oo wada socda. daahirku marka waxa weeye gabadhan inay meher iyo nikaax lahayd, waana daahir qawi a weeye, isagaa bara'at asal maanta ka xoog badan sababta uu haysta awgeed. iyadaa la dhaarinayaa, xoolahana iyadaa loo dhiibayaa. qowl afraad waxaa jira dhahaya labadooduba waa la dhaarinayaa, kadibna waa la kala dirayaa, mahrul mithli baana loo noqonayaa, waa siday rabtayba markaa asalkii baa loo noqonayaa. walow wuxuu yidhi ikhtalafa, haddii iskhilaafo fii qadrihi, ukhtulifa fii qadrihi fii qadri lmahri, meherka qadarkiisa haddii la isku khilaafo oo yaa isku khilaafay, zawjun wa waliyu sagiiratin, ama musama ka dhigo majuula ka dhigina, walow ikhtalafa zawjun, zawj hadday iskhilaafaan iyo wa waliyu sagiiratin, gabadh yar weligeedu, fii qadrihi fii qadri lmahri, meherka qadarkiisa hadday isku khilaafaan, aw amase majnuunatin, waliyu majnuunatin iyo zawjkii hadday isku khilaafaan, fii qadrihi qadri lmahri, taxaalafaa labaduba way dhaaranayaan, fil asaxi wejiga saxdaa. haddii wuxuu yidhi qofkii weliga u ahaa ilmo yar ama qof majnuun ah oo haween ah, qofkii weligiisa ahaa iyo ninkii zawjka ahaa oo wax loo meheriyey, haddii meherkii isku qabtaan labadooduba way dhaaranayaan. maxaa yeelay weligan maanta wuxuu taagan yahay booskii, wuxuu taagan yahay qofka haweenka ah. haddii qofka haweenka iyo ninkuna wax isku qabtaan, in la dhaarinayaan soo marnay, labadooduba isla dhaaranayaan. halkaana sidii oo kale way isla dhaaranayaan, taxaalafa fil asax, labadooduba way isla dhaaranayaan. markay dhaartaanna waxaa loo wareegayaa yuntaqalu ilaa mahri lmithli. walow qaalad, hadday tiraahda haweentii nakaxanii yowma kada, maalin heble wuxuu igu mehersaday bialfin kun doolar, wa yowma kada maalin heblena wuxuu igu mehersaday bialfin kun doolar oo kale,
وثبت العقدان لبدي مهر نواسق نادين بإقراره نك قرشدي سبي كسق نادين أو ببينة أم عدين يمر خاتب كسق نادين لزمه نك وحواجب قا الفان لبكم بواجب قا إنه بحيو جواد واحد تري نك أنواع اسمه السنين كن دولار بول مهر كي وها وأنا كله مهر كاس مر لبعض بهدنا اسمه السنين أو مدة ساعة هاي أيضا المهر كي يكون دولار بوها أيضا وكلها اسنو حويري صحو يلا وضع شير بوا اسمه السنين لكن مهر كي شيء يسوع ما أفقرنا يوم أما عدين إيه مرخاتي بقى ولا هلايبا مر هدي عدين إيه مرخاتي اللي هلاي لوادي نكاحنا اللي هلاي سجن النكاح ويقرار سن يهي لوادي يكون بيسقى على كهربا وقتي قفر قضاء ورنا حيسي سي لوادي مهر كالعهايين إيه هولا هاي هذا حوال الله وابها محير اللي مهر وادعي كرتا وقوارد انتو فرو عددي اي كبح ذو أيضا وما اتباعينا عن هاي عدة رجعية أنا أكبح هذا دي مهر لبعض بلو بهاي مرك مهر كلا بعض نبحو بهاي إن مهر لقدره كي هرنا وكل هذا كي دمر وكل هذا لو ضو كل يالن كرتا ولو قال هذا ديت لا هذا نكحني يوم كذا ما نهب له أي مهر سدوا بألف كم بيجو مهر سدي ويوم كذا ما نهب له نوي مهر سدوا بألف كم بيجو مهر سدي ثبت العقد وثبت العقدان بإقراره لوذي نكاح با واسق نادين سقانا قرتي أو ببينة أم عدين بكسق نادين لزمه وحواجب كن غنيا الفان لوكم بواجب كان كان حيا لقف كان وقف حاسة لوشير بيال المهرية مدو البار وحوي مرها دي حاسة لقالك تنقبر المهر كي واجبية فإن قال هدو إلى هدو لم أطع فيهما حجة أيوك ينوح ويلي كي هرانا ما بقانا طابا كي دنبنا ما طابا كي هرانا طابا ما انكالتقني باقي بمركي من نقونيسا هذا نوان سوى مهر سدي كي دنبنا عنا طابا ما انكالتقني أو في أحدهما أما الله وضع ميتك مذا أيانا طابا صدق والرميني بيمينه مع يمينه محايا لأسر قوحها الأصل عدم الوطء بوها وعدم المصيص الأصل العدم بوها مرك إساقا أصل كي هايستا وعلى دارين إياه وسقط الشطر مهرك النسكي بعد عاية مرك لأن مهرك هو قدرية ومقدر كوردينا قبل المصيص بعد التابطي سيدا آياد عدايسي والله كلابنا يا مرك وإن قال هدو إلى هذا كان الثاني مهرك اللباد تجديد لفظ لفظي أيان حسبوني سيني لا عقدا عقد بما باهين با عقد وهرو دعاي كدن بل لفظ يم بن عسبوني سي سن لم يقبل وركا لا اقبل ما هي محي له ور خول لو انكريو مركا وركان لا ييل ما هي ور صح او سكن يرا ما اها فصل وليمه العرس سنه وفي قول او وجه واجبه وحر الشيخ رحمه الله ووليمه العسر العرس قفك أروسية ولماذا أرسميسان أيه سنة سنة وي سيدة ولائم ككلب أي سنة أويهين وفي قول قولوا حليه أو وجه عند شافعية واجبة وواجب وي وحن أبدل شنيا وجها واجبك لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات شاتب على الله كدقى وحن وليما كدق أول مرك وأمر والأمر يقتضي الوجوب هذا المرك اللي هين وح صارف أو كائل واجب نقنيا صادرت وجه وحليه أما قول كاني وواجب وليمة العرس إلا سميه واجب وي والإجابة إليها فرض عين مرك كسب بحي حكم وليمة العرس أو إنه سنتها أو شيغي أما أي واجب تهي لبدا قول بأي تيران ونا الرجحي قول كأيني واجب تهي محايا لأحديث بحرص عرورة صحيحة واللفظ يسوان لفظ الأمر ويهي متفقنا إمام البخاري مسلم بأي وريه إن لا أجيب وقفك أقول يعني ولماذا محويا حكم كذا وحلو والأجابة والإجابة إليها وليمة العرس ينقفك أجيبنا
فرض عين فرض عين بيكو تاي مره دي كلي غار لو ييراي وفرض عين وي هاي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو امري ان قفك لا اجيبو قفك كوغو ييراي وليمده ان اد اجيبتي ايو امر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم شر طعام طعام الوليمه راشين لعنه وحا اوغو شر بدن ميدكا وليمده لو سميهي كاسو يدعى اليه الاغنياء ددك اغنياء اكليه لوغو ييريو ويترك الفقراء فقرادنا لغا تغيو ومن لم يجيب الدعوه نكي دعوه لو ييري ان اجيبنا فقد عصى الله ورسوله اله يا رسولك سوى وعاسي حلو شاهد كينو وقفك ان اجيبن قفك او ييره وليمده او ييره قفكاسي اله يا رسولك سوى وعاسي عصيان معناه انه وحويه شيء كان شيء قف شيء محرمه اي خدعي واجب نواك تغي حديث امام مسلم باوري وحديث صحيح وكل حديث قعدينيا وليمده اني تهي ان لو ييره ددك فقراد iy masakiinta iyo qaraabada cid kasta oo macquul ah laakiin in dadka aqniyada kaliya lagu qasiyeelo arinta aad buu uga digay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ku magacaabay sharrul waliima inay tahay waqila waxa la yiri fardhu kifayatin hadii lagu yeero inaad timaadid waa fardhu kifaya oo dadkii kale haday yimaadaan adiga waa ka dhacaysa laakiin hadii dadkii wax yimaadaan la waayo waa wada dambabaysan maxay dadanta laga lahaa waxay ahayd in waliimadan farxad iyo dadka isku imaashiisa la moojiyo waqila waxa la yiri sunnatun waajib mahe wa sunna in la yimaado maxay la waa xoolo la isasiinayo xoolaha soo qof kale uu ku siinayo aan waajibin waxana ugu aadharsan in qofka aan ka dhigno inay waajib tahay maxay nabiga sallallahu alayhi wa sallam sauma atkeeyeen اما ولماذا النكاح عنين ولا امك كلا ايضا ومستحب وهي في المذهب وحل وريا امام البيهقي في الدلائل الكوري نجاش مركو النبي صلى الله عليه وسلم حاسك سي ام حبيبه وام هرينيه ان ددك مركي ام هريي انت دعاء النكاح انو يري فريستا محيا لسنه الانبياء وحاكمدا حدي اي غورسدان مش حلو غورسدان ان وحلو عنو مش وحلو غورشدي ان وحلو عنا ايا كميدا وا استئناس واي معايا الحديث كان هوره او صحيح ايا ان غفلن لكن وحو كان موجينيا انه يحي سنه للانبياء عموما واين اهين دين الاسلام ككليه وانما تجب او تسن بشرط ان لا يخص الاغنياء وانما تجب ولمذي وحي واجب نقنيسا او تسن اما لسنينيا بشرط ان لا يخص ان لو خاسيل الاغنياء ادتك غنيا كليا تقربا اليهم ايغا ادو دواناي سيده اد ايغا ربتي ان اد خكغه هشيد سيده حديث في هدا ان سو مرني او اها شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليه الاغنياء راشين وها او شر بدن راشين كان وليمدا او ادتك غنيا كليا لوو ييريو ويترك الفقراء فقراء ده لغا تغيو daahiradan marka hadda inaga timid oo ah in waliimadii meel gaar ah lagu sameeyo dadka qaniga akaliyana loogu yeero dadkii fuqarada aan wax laga seenin waa daahira aad u xun weeye daahirada xun weeye oo aad u liidata in la bedelo ayaa loo baahan yahay oo lagu na bedelo dadka u baahan in la siiyo waliimada dad aan u baahnayn oo dhareg la dhimanaya ama daacuurun dilay inaad hadana cunto kale ugu dartid waxa ka xaqnimo badan masaakiinta baahan dadka ina kaga farxisid waqila waxa la fardhu kifayatin way waqila sunnatun sunna way hukumkeedo wa inma tajibu aw tusannu waxa sunna ay noqonaysaa ama waajib bi shardi an la yukhassa ina lagu khasiyelin al aghniyaa dadka qaniga ina lagu khasiyelin wa an yad'u wa an yad'u fi al yawm al awwal wa an yad'u ila qafka maalinta koobaad وان يدعوه قفك لو ييره وا ان لو ييره في اليوم الاول مال انت كوباد فان اولم ثلاثه ايام صدح مال مهديو ولماذا سبيو لم تجب واجب معها في الثانيه مال انت لباد واجب معها
وتكره وكراه في الثالث ما لم تصدحنا. ولماذا مرك عن لنا حكم كذا وواجب أما وصنة ومرك قفك الله يرى ما لم تكوباد ولماذا الله يرى؟ لكن وحوي الشيخ وهدي ولماذا صدح مع الموضة السمائية ما لم تكوباد وواجب إنا آدي لكن ما لم تلا وهدي الله يرى واجب معه ما لم تصدحنا وبلغ في عني هيبة وكراه ويئض. وحين علماء بد للشدين رسولك صلى الله عليه وسلم أيها أصحاب السنن الأربعة أي كوريين الوليمة في اليوم الأول حق أي واجب ما أنت كوبد ولماذا وشيء حق أو واجب إن لا يالو وفي الثاني معروف ما أنت لبادنا وشيء في عن ويو ونكسن وفي الثالث ما أنت صدحنا رياء وسمعة واستصص إيو ضدك واسم غشينيس. حديث أصحاب السنن أي وريي لكنه معلول. وألا يحضره وحي الوائن سنو إيمان ولماذا لخوف لأجل خوف خوف درتي وين سنو إيمان بغضين أو بقي درتي وين سنو ولماذا أسوء آذين أو أما سيطمع أو أما سيطمع أما رجعه كقبو في جاهه قفقان هو يري ولماذا قفقان ولماذا هو يري استقع إلى المعركتي أكتي سكرلستي وأكتي سمعركتي أتكن قوتنين محترمة صادرت هذا أتمادين أجرك مه ليسيد إجابة ذاها ولماذا وتقرب إلى الله أها سيد أكل هدوية هينين مضحة وأتكبر قصد دي ميش اللقاء وايو إن لقاء شكي وحبش قالوا قلقه أيضا اللفاء قبل بادين إيسايا أجرك تقرب كالوضوة مه ليسيد وأن لا يحضره وأن ينسن كارين لخوف لأجل خوف عبسين درت وينسن إيمان أو طمع لأجل طمع رجو رجيني في جاهه قف كان جاهز ورجيني ينا وين سنو إيمان أنا سن مالك الله قرار لهذا رسولكم مكوري صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم السلمة رضي الله عنها رسولكم أمر بالنطع وهو أمري إن قبل لك فبسط ثم ألقى عليه تمرا تمرا أي نبي كد هذه يو صويقا يو كد هذه بركان لشيدي أو حمشة لدبي سويقا إنه ضد كان أود كان أذلوا ما استعماله لكن عربون وا استعماله إثيوبيا وا لا استعماله إثيوبيا ذا بس على غير هذا باش له هذا شعيرته يا للدبية مركي للدبو صلاة النقطة هذنا للشيدية أيضا الشيدان أمرك بضاعة بالقاعدنا يا ورهاشين بسيل أو شيدان أو دبن وحسبين سبيا كدر سنة سوال قيسا وأنا عنتوني فوقفي عنوي حاجة عافمات كي حاجة نفقدها يرينا عوال با مركز ضدك السفر كعص هيدا لوسية وريها أنا والو هاي استا وهم مركز رسولك وحول التمر هي سويق أيو ماشي كود هذه فدع الناس وحول ضدك أيو أجاري فأكلوا ويعنا وقال وحولي الوليمة في أول يوم حق ما لنتك بذوى حقوي وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة بها قيا كن وريي لك حديث كوين لك الشيقني وحديث معلول الله وأن لا يكون وإن سنهين ثم هلك من يتأذى به نظر لبسن أيوه وإن يسنشوق الماشى الله ياري أو أما سلا يليق أن أهبانين مجالسته به إنه يساق الله فريستنا أن أهبانين مركا أن لانه هو واجب إنه ماشى تقو أما سنة أي يكون قنيسة مؤكدة وإن قف كان ضدك ماشى تشوق أيوشن لبسنين هذا لكن ماشى ضدك تشوق ولبسن أيوه أما وحو لبسن أيوه ماشى وكتشيره قف كان الوقف قسم مهي بحاجة لضرر باكدرنا أيوه وضرر يزال لا ضرر ولا ضرار ساس شرع وقبائنا مرة الله يسلمين إن مرك مفسد لك عرره يا إن مصلحة لهذينا وحا حوق بضا إن مفسد لك عرره بحاجة لدرء المفاسد أولى من جلب المصالح ولماذا إن لا تقوى واجب كان لحاضرة ومصلحة ضرر كأذي وكسوه قاري إن لقفه قادرة ومفسدة مرك مفسدة يا مصلحة دي سوي مادانا وحالو هرمر يا مفسدة إن لقفه قادرة وألا يكون وينو سنين ثم هلك من يتأذى به عيد أرقب سنيو وإني سنشوغين أو أما سلا يليق به أنو عنت من مجالسته إنو لفرشته ضد أرقب سنيو أما ضد أنو عنت من إنو لفرشته أراذي الله وإني سنبيش تشوغين
waxaa laga wariyaa walaa munkara, wax munkarana waa inuusan meeshaa ka jirin. Meesha lagugu yeedhayo iyadana munkar waa inuusan ka jirin. Waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga wariyaa inuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falaa yaqcudanna calaa maa'idatin yudaaru calayha alkhamru, qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa ka baqaya yuusan marra fadhiisanin maa'ido iyo xeedho ama miis la wareejinayo khamro lagu wareejinayo. Xaakim iyo Tirmidhi ayaa wariyey, Tirmidhi waa xasan buu yidhi, xaakimna calaa shardi muslim buu ku sheegay inuu saxiix yahay. waxaa marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qofka ilaahay iyo aakhiro rumeeyey oo mu'minka ah meel oo miis khamro lagu wareejinayo yuusan isku tegin. haddii marka welimadii khamro lagu qaybinayo welimada xaadir maysa haddii lagugu yeedho. fain kaana laakin yazuulu bixuduurihi falyaxdur, fain kaana haddii uu yazuulu munkarkii uu zuulayo bixuduurihi bisababi xuduurihi isagu markuu yimaado falyaxdur markaa ha xaadiro. waajib bay markaa noqonaysaa inuu yimaado, waa amar sooma jeedin. kow dacwadiina waa ajiibayaa, munkarkaana waa zuulinayaa. haddii marka lagugu yeedho meeshii munkar baa ka jira, adiga haddaad timaadi munkarkaasi waa zuulayaa, waa waajib weeye dacwada inaa ajiibtid munkarkaana aad zuulisid. fain kaana yazuulu lmunkar, munkarku hadduu zuulayo bixuduurihi bisababi xuduurihi isaga imaanshihiisa, falyaxdur waa inuu yimaado oo soo xaadiraa. wa min almunkari, munkaraadka waxaa ka mid a lagu sameeyo caruus ee meesha la dhaho maaragtay welimatulcursiga, firaashu xariirin, in meesha oo dhan gogol laga dhigo xariir lagu goglo, iyadoo dhulkii la rabo in la qurxiyo xariir in lagu goglo ayaa ka mid a. maxaa yeelay waa shay xurma oo xaaraam ah in la raggu adeegsadaan, xaaraam bay ka tahay. in taraf loo isticmaalana lama ogola. wa suuratu xayawaanin, xayawaan suuradiiba iyaduna ka mid a, oo calaa saqfin guriga saqfkiisa ku xidhan, ow jidaarin ama gidaarkiisa, ow wasaadatin ama barkin. waxaa kaloo iyadana munkaraadka ka mid a in xayawaanaad sawirkood gurigii lagu sharxay ama gidaarkii lagu sharxay ama barkintii lagu sharxay, barkimihii dadka loo keenayay lagu sharxay, markaasoo kalena iyadana waa iska daynaysaa. maxaa yeelay sawirkiiyo suuradu mamnuuc bay ahaayeen. rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ashaddu nnaasi cadaaban, dadka waxaa cadaabka ugu daran yowma alqiyaama alladiina yusawiruuna haadihi suwar, dadka suurooyinkan samaynaya. marka wuxuu yidhi waxaa ka mid a waxyaabaha oo mamnuuca munkaraadka ah suuratu xayawaanin oo calaa saqfin, saqfi lbeyt, guriga saanqaafkiisa sare ku sharaxan, aw jidaara, aw jidaarin ama gidaarkiisa, aw wasaadatin ama barkin, aw amase wuxuu yidhi satrin, ama waxay ku sharxan tahay daaha wax lagu asturayo, aw thawbin malbuusin, ama maryo la xidhxidha ayay ku sharxan tahay. oo dadkiiba waxaa loo qaybiyey maryo sawirada ay ku dhagan yihiin oo ay wada xidhanayaan ayaa loo qaybiyey. aw sitrin wuxuu yidhi ama daahbay ku xidhan sawirku qoran yahay, sawirku ku samaysan yahay, aw thawbin malbuusin ama maro la xidhay way la xidhanaya oo la xidhan yahay. wayajuusu waxaa bannaan calaa ardin, wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna, an takuuna suwaru, suurooyinkaas inay yihiin calaa ardin dhul, aw amase bisaadin gogol, wa makhadatin iyo barkin, wa maqtuucu ra'sin mid madaxiisu u go-an yahay, wa suwaru shajarin geed, geedaha sawiradooda intuba waa bannaan tahay. wuxuu yidhi suwar lama ogola xayawaan noocay rabaanba ha ahaadaan. munkaraadkeena ka mid yihiin oo meesha laga saarayo qofkiina uusan imanayn. laakiin suwarka xayawaanka maxaa bannaan? wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan, maabaa bannaan oo suwarka xayawaanaadka ka mid a maagaasoo calaa ardin dhulka la dhigay. waa muhaan waaye shayga suurada waxaa loo diidayaa kow, waxaa ku jirta mudaahaad khalqillaah, ilaahay wuxuu sameeyey oo kale inaad samaysid baad xaawulaysaa. qodobka labaad, ma soo galaan malaa'igtu meesha ay yaallaan. qodobka saddexaad, in la caabudo mustaqbalka iyo waxay u yihiin curda, maxaa yeelay meel baa la dhigayaa waa muxtaram, meel baa la sunayaa ama meel buu ku yaallaa waa la ilaalinayaa.
haddii laakiin dhulka la dhigo oo lagu istaagayo wax xurma ah uu leeyahay ma leh. In marka mustaqbalka wax la caabudo uu noqdo baciid buu yahay, waa ka fog yahay. qodobkii mudaahaadka ahaana waa jiraa, laakiin waxaa nusqaamiyey maadaama dhulka la dhigayo oo dhulka lagu istaagayo qofka unbaa ficilka loo diidayaay, laakiin meeshaan hadda uu yaallo wax qiima kama leh. saa darteed wuxuu uhi wayajuusu waxaa bannaan maa calaa ardin, wixii dhul yaalla oo sawira ah, wabisaatin ama gogol wixii lagu sameeyey, wamakhadatin ama barkin wixii lagu sameeyey. hore waxaan u soo marnay wasaadada sawirada ku yaalla inay mamnuuc yihiin, halkaana hadda wuxuu sheegay kuwa makhadadu inay yihiin kuwa bannaan. wasaada iyo makhadana waa isku mid weeye, labadaba barkin baa la lahaa. waxay u culimmadu ku kala fasireen taa hore oo wasaadada maanta waxaa loo jeedaa mansuubku kuwa oo taagtaagan qotoma, barkin taagan oo aan dhulka oolin ama madaxa hoostiisa aan la dhigaynin ee lagu tiirsanayo qotonta, sida gidaarkii oo kale loogu tiirsanayo barkimaha waay. barkintaan laleeyahay macno ma lana, waa mida aad madaxa hoostiisa dhiganaysid oo dhulka la dhigayo. wa maqduucu ra'si, mid madaxa laga gooyana dhib ma leh, maxaa yeelay kan maqduucu ra'siga ah suuro bini aadam, nolol bini aadam kama suurayso ama nolol xayawaan kama suurta gelayso. wa suwaru shajar, geedaha sawiradooduna iyaduna wax dhiba ma leh, maxaa yeelay shaygan lagu istaagayo waxaan idhi waa shay muhaan ah oo aan wax macno ah ku fadhiyin. amaa shayga mansuubka oo taagan dee wuxuu noqon karaa mustaqbalka shay la caabudo, asnaamtii oo kale wuu ekaan karaa. geedaha iyo qoraxda iyo waxyaabaha iyada lamidka ah oo nuquushta ah waxaan idhi mamnuuc ma aha, maxaa yeelay iyagu naf ma leh, ruuxna laguma afuufo oo kuma jirto. waxaana ka mid aha axaadiista ku soo aroortay sawirka maalinta qiyaamaha in qofka la odhanayo qofkii waxaan sameeyey naf geli, marka kuwaan dee wax naf la geliya ma aha. wayaxrumu, waxaa xaaraana taswiiru xayawaanin, xayawaan in la sawiro cala alxiitaani, gidaarka iyo wixii lamida in lagu sawiro ayaa xaaraan ah, iyadoo la deliishanaya xadiidkii ashaddu annaasi cadaaban yowma alqiyaama aladiina yusawiruuna hadihi suwar, xadiidkaa iyadoo la deliishanayo. xadiidku waa xadiid saxiixa, imaamu muslim ayaa wariyey. walaa tasqudu, ma dhacayso ijaabatun bisawmin, soon ijaabadu kuma dhacayso. fa inshaqaha calaa saa'ima, hadduu dhibo soomu naflin soon sunnaa, falfitru ayaa afdalu, haddii qofkii loo yeedho welimadii loogu yeedho uu sooman yahayna muxuu noqonayaa xalkiisu. wuxuu yihi sheekhu raximahullah, walaa tasqudu ijaabatun, ijaabada aada ajiibayso yeedhidii lagu yeedhay ma kaa dhacayso bisawmin, bisababi soom kaaga dhici mayso. maxaa yeelay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa duciya axadukum, haddii qofkiin loo yeedho welimo loogu yeedho wahuwa saa'im, isagoo sooman, falyujib, ha ajiibo, fa in kaana mufdiran falyadcam, wa in kaana saa'iman falyusalli. imaamu muslim ayaa xadiidka wariyey, wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka haddii loogu yeedho walimatu cursi, haddii loogu yeedhayo wixii lamida walaa'imka ah isagoo sooman, ha ajiibo. waa amar sooma jeedi, war amru yaqtadi alwujuub. haddii wuxuu yidhi rasuulku uu sooman yahay, mufdar uu yahay, raashinka ha cuno loogu yeedhay, haddii uu sooman yahayna soonkiisa ha iska haysto, wardigiisana meesha ha ahayo ha ducaysto, falyusalli ha ducaysto, meeshiisa ha iskaga ducaysto, ama salaadii caadiga ahaydba ha iska tukado isagu, dadkana ha la joogo. riwaayaadka qaarkood waxay ahaayeen fa in kaana saa'iman dacaa lahu bilbaraka, hadduu sooman yahay qofka ha ugu duceeyo baraka ha ugu duceeyo. fa in shaqa, hadduu dhibo cala saa'imi soomu naflin soon sunna ah hadduu ku dhibo, falfitru afdal, inaad afurtid baa kuu fadhi badan. cuntadii markii la keenay soonkiina uu aad soomanayd ayaa oonkii iyo haraadkii iyo wixii ku hayay gaajadii xoogaa cunnadii oo waxaad aragtay aad aada ugu baahan tahay, hamuun baa ku qaaday, dhib baa kala kulantay soonkii, iska afur waxba dhib ma lehe. maxaa yeelay assaa'imu almutadawic amiiru nafsihi, wuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam, qofka saa'imka ah oo sunnaha sooman isagaa isxukuma, hadduu soonka wadanaya iyo hadduu soonka iska daynaya labadaba isaga u taalaa. xadiidkaana sidoo kale u caddaynaya fa in shaqa cala saa'imi, saa'imka hadduu dhibo
صوم نفل سنة فالفطر إنه أفر أي أفضل سأي فضي بضن أي شيخ يلي ويأكل وحيل وحنا يا الضيف قف ضيفك ولماذا الله يعرف مما شيء وحنا يا قدم له الله صهر الله صار دقي بلا لفظ سوى وحد على أسن كإيمان ولماذا مركي له وحنا يا أتمت والله صار دقي ما وحد على رواينا تلاذور هالشيك معنا على يدمه مسمار هذه ميس كلا شارج كلا صار دقي هذا هو الجوبتي أفردي إذا كوا مسبق ويو على عين هالشيك هذا هرك بالله بيسا ما هالشيك هذا هرك بالله بيسا محايا لتنوك لوحة لدلالة الحال وقت حالة عدين إيسا إن راشي كان عنلو يلو صهر لغاية ومبهانا مركة إن هذولك لغشي وحوي المركة الشيخ رحمه الله ويأكل الضيف قفك ولماذا الله يعلم مرتضى وحونا يا مما قدم وحي الله هركاني له إساق الله صهر مريه والله كان راشي كان الله كاني وحونا يا بلا لفظ سوى واحد لك صبحين راشي كان لغو صهر لغاية وهرت هذا يلا وأدعونا يساعدون واحد على ويدينين عد كستوا مرتي أنا أرنت أول ميدا ضيفة مركستوا ضيفة تاعي هدي عن تلو كانوا وما بعندنا تاعي عن تلو معنا ولا يتصرفوا لكن كم تصرف كرو فيه أي في الطعام راشنكا إلا بأكل عن تموين وحكله أليكس كرمالك راشنكا الغوص ودقي ومش كوي علي هذا وضد كلام سيسي سين كرتا ma iibsan kartaa dadka lama ka iibsan kartaa may hawlaha shadaadi kuma yaalaan hal shay baa adigu yaala cun cun baa lagu keenay cun raashinkan wixii inta aga baxsan waa fadhul waay allahumma waxa la soo ogol yahay inta soo socota iyadana walaa wuxuu leeyahay akhdhu ma shay inuu qaato ya'lamu wa yahay ridahu inuu raali ka yahay ninka iska la walimada bihi ay bi hada shay shayga inuu raali ka yahay waxa loo ogol yahay waxyaabaha ma arday biyaha iyo gacanta la iskaga sii qaato oo aad ogtahay in raali uu ka yahay ninkii ku keenay kuwaas oo kale waa loo yahay oo loo ogol yahay laakiin tasarruf kale oo beec ama cidaasiis ama hawlaha ma leh inta la isu ogol yahay inaad qaadatid oo sida qaalibka raaliga uu ka yahay hadii aad qaadatid ma mulkinaysa oo tasarrufaad taama marka ma tasarrufi kartaa haa midan waa mulkinaysa mar hadda qaadatay oo adiga aad la baxday adaa mulkinaya تصرفات كذا مركا كامل بكويهن ولا يتصرف فيه إلا بالأكل عنتم ويوح كلمة صميني ولو حليه أخذ ما شيء وقاطع يعلم وقيه فرضاه إن رالك إياه به ما قبا ويحل وحا بنان نثر سكر سنكر إن لغضا ذي قرق وغير وحل ماذا في الإملاك ميش أروسك إملاك وحلو كذا مهيرك ميش وكرد عيي مهيرك مركا عادات كدتك وكالدوين نقو عادات الملهن dadka qaar ba caadadkood wax yihiin inay sameeyaan marka arooska la sameynayo meeshii arooska lagu dhigayay in sonkor lagu daadiyo oo reerkan isu macaanado alla isu macaanay waa tafaaul baal laha tafaaul baal laha sonkor iyo waxba lagu daadinaya marka meesha waxyaabaha soo kale waa la ogol yahay wayahillu waxa banaan nathru sukarin sonkor in la daadiyo oo lagu daadiyo isagoo muftariqa meeshii iyo wagayrihi wixii kale oo waxyaabaha macmacaanka iyo waxyaabaha kale oo dadku caadada u leeyihiin fil imlaaki meesha gabadha lagu aqalgeynayo oo gabadha ninka lagu mulkisinayo loogu dhii wareejinayo in la geeyo ayaa banaan oo lagu daadiyo walaa yukrahu karaahana ma aha fil asaxi wajiga saxda ana arrintaasi karaaha ma aha laakiin wuxuu yidhi sheekhu in laga tago ayaa awlaa in laga tago ayaa awlaa maxaa yeelay ma aysan ku sugnaanin sunnihii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii midna kama sugnaanin saa darteed in laga tago ayaa awla ah qowl kalena wuxuu leeyahay maya ee waxa weeye sida wajiga saxda ah karaaha weeye wayaxillu waxaa banaan iltiqaaduhu in la qaato wa tarkuhu baa laakiin awla marka hore xukunkeedii ayuu sheegay oo wuxuu yidhi karaaha ma ahe waa banaan tahay iyo maya waa karaaha wey qowl kaloo waxa jira dhahayaba waa mustaxab weye maya ra'yi kale oo mustaxaba dhahayaa jira haddiiba aan idhahno marka waa banaan yahay sonkortii iyo waxyaabihii macmacaanka ah dhulka lagu daadiyey ma qaadan kartaa waa qaadan kartaa maxaa yeelay meesha adaa lagugu yeedhay cuntada meesha lagugu yeedho oo la keenayna waa banaantaha in la cuno waxaana hadda wax cid leedahay ma aha
waa qaadan kartaa marka, waa xoolo dhulka iska yaalo dayacan, adigiina meeshii baa lagugu yeedhay. Laakiin waxaa awla ah inaad ka tegtid baa fiican. Laba sababood waa uga tegaysaa, waa mid ee kuma haboona sharaftaada meeshaan inaad wax ka urursatid, waa midda labaade isaga laftiisa mashquuq oo qofkii inuu raalli ka yahay in kale lama oga. ويحل وحى بنان التقاطه إن لقاطا يا بنان وتركه إن لقتك يا أولى لكن وحى كأوليسا إن لقتك أشيقا أن لقاطا الله سبحانه وتعالى عنه.